بس كيف تسكن الكرة فينا واحدة واحدة تعمل سبورت وهرنا فيش بلشكن تعمل بونكيت وهيت مشيخ صح عليه في الكرم يتبع فينا ميت كان يده صح عليه خيان ده ده مش كنت اول واحد مجذوب جاو خويا وانا خفت خويا التعب يا زول صح يا زول لا بلا جو والله نشكر الحكومه نشكر السيد الرئيس ونشكر المديريه تحت القناه تحت البرقاوي نشكر الصحه والبيئه الصحه والبيئه ونشكرك انت ان شاء الله نروحوا لاباس انت مجنون الحمد لله خويا نشكر بعث القناه اللي بفضله هو وبخيره يعني نجمنا ندخل وش بلشكن يا ولدي تعرف شنو ربي خلينا بعث القناه تك شكرا بعث علي شو تقول ولا يعطيكم بزاحه ساعه الخارجه شرا ديما كنا راح نعاودوها هذه ان شاء الله علي شلي الامين تسترسو نودي والله غيبت اتفرج كافة يا غرد في الطبيعة نتفرج في الفرع شاط صح
صاحب الشفاء. شفيك عايش كاينه ضرب لي ماله هيا كيفاش نرجع باذن الله ما قبل ما نرجع واش قولك في نهايه اللي كل شيء تشجع بدره طيبه هي المحله اي ماذا بينا تعم يعني ديما في اكثر مناسبه وماذا بينا شباب اللي شاد القهاوي ورامي وبلوت ماذا بينا يجوا ينضموا لينا علاش لا باش نشوفوا المنافع الكبيره نتاع البسكليت ان شاء الله ان شاء الله تكون ليكيب اكثر وان شاء الله جو صوتي اسمح لنا بانه يريبي يعني بور ريبيتي الجورني هذه شاك ديمونج ولا على الاقل مرتين في الشهر ديجا ما فهم معناها الاصل عندنا موجود عباد تون كادري موجوده البسيكل كل شيء موجود غير الطقس اليوم شي حاجه بالعكس الطقس لا بالعكس يا سي هيثم الطقس يشجع هم ما يعرفوش يشجع برشا يشجع برشا على الخروج ما فماش مطر وفريح خفيفه ما تقلقش شنو هي 36 كيلومتر حكايه غير تعال شوف ماهم وماذا بين كوليكا تري شويه فلوس اشكر بعت القناه ويعطيك الفلوس هاي سيدي مانا نقصد ربي هاي بورتور هاي والله بادرة طيبة تستحق التشجيع نبدنا بها احنا الوالد يعني نبداو نيساش بالقدم اللي عندنا اللي عقد ليه هو اللي يجهزها وماذا بينا لفتة المسؤولين يتلفتونا شجعوا الشباب ان شاء الله باهي اليوم هذا بدون كربيران حق اول مره نخرج وعجبتني برشا هايك اخت هايك واحده بنختار عايش ربي يوفقك ايش الزلم هذا يا معي السيد بركة ما انت بس تاخو شاي مي حاجه لا دالي وا دالي علي واحدة طيب ما غادي طيب تحايل
ايه اوكي.